بص، ليه زي ما بيقولوا كده الخريطة الفنية اللي حضرتك كنت بتشتغل بيها، ربما يقول كمان انك بتتمتع بذكاء بارع، وكأنك كنت بتحاول ان يبقى فيه محسن جابر مش فيه محسن جابر بتاع الفنان الفلاني. طول الوقت بتقدم ناس، لدرجة ان البعض كان بيتصور، يعني لما قدمت عزيزة جلال كانت الناس فاهمه ان عشان يعني ما تبقاش فايزه احمد لوحدها هي المسيطره وكانها بتتحكم في محسن جابر، لما قدمت مياده وكانك بتقدمها عشان ما تبقاش ورده هي المسيطره بشكل، وهكذا. ده حقيقي؟ قول لنا بقى الصراحه دلوقتي. يعني اقول لك روحي ما تبقاش في شوفي الحقيقه، يعني انا زمان كنت بجري، يعني كنت بجري، وكان نفسي احقق اجوان في كل الاصوات، ما كانش يهمني الجنسيه، تلاقيني مثلا مياده من سوريا، لطيفه من تونس، سميره سعيد من المغرب، ورده من الجزائر، نوال الزغبي من لبنان، راغب علامه، وهكذا، ما كانش يهمني الجنسيه، بس يهمني هعمل ايه معاهم. كانت ساعات تجيب لي مشاكل. طبعا. يعني بتجيب لي مشاكل كتير. التوافقات هتحكي عليها. التوافقات صعبه جدا، خصوصا لما تكوني بتتعاملي معاهم كلهم في وقت واحد. اظن ده عمل مشكله كبيره، يعني وجود عزيزه جلال او ان حضرتك تدخلها بهذه القوه في وجود فايزه احمد كان مشكله كبيره. شوفي، عزيزه جلال وفايزه، وعزيزه جلال ومياده، ومياده وورده، وعمرو دياب وراغب. ويعني هتلاقي فيه توافقات قلما الحقيقه. ما هو ما تقدرش تقولي بس ممكن كنت بتجيبهم عشان ايه؟ يعني ايه؟ خلي بالكم يعني ما تستفرضوش بيا، هجيبه اصلا. انا كان نفسي اعمل، يعني اعمل يونيفرسال العرب، يعني يبقى شركه فيها كل الفنانين يكونوا بيحبوا بعض ويخدموا بعض ويحضروا حفلات بعض ويسهروا مع بعض. يعني ده كان نفسي، انا كان نفسي في وقت من الاوقات اعمل شريط يبقى وش عمرو دياب ووش راغب علامه. الله. فعلا سعيد في ده. بس كما وانك بتفحتي في صخر، مش ممكن. في حاجات ممكن اقول لك دلوقتي بخبرتي كده مش هتتم. يكتبوا زي ما يكتبوا في صحافه يقولوا داخلين بكره، هقول لك مش هتتم. ليه؟ لان انا في الحاجات دي مشيت فيها مشوار. طب قول لي الاول، ايه الموقف الصعب اللي تعرضت له من فايزه احمد لما قدمت عزيزه جلال بالقوه دي؟ لا شوفي، فايزه احمد الاول دي، يعني يمكن تلاقيني وانا بقول وردك عمال اسم فايزه بيتنصب. بالظبط، كنت لسه هقول لحضرتك. ففايزه احمد اصلا في لها في قلبي حجم كبير جدا من الحب. ممكن اقول موقف حكيتهولي في اول حوار عملته مع حضرتك؟ قولي لي. لما هي كانت بتموت وقالوا لك افتح لها يا محسن الاستوديو عشان تغني، وقلت لي ان هي غنت وماتت على الكرسي. لا، هي مش ماتت على الكرسي، هي ده اكتر موقف، يعني ممكن اقول لك، لانه ده كان ممكن الموقف ده يطلعني من مجال خالص، يعني لانه على قد ما كنت زمان ببص لفايزة احمد كده، يعني وانا عندي 17 سنة كده، انا كنت من مستمعين فايزة احمد، كنت بحب اغنية لا تدخلي، فانا كنت من جمهورها، فبقيت في وقت من الاوقات منتجها، وبقيت في وقت من الاوقات اللي مراعيها لما اتطلقت من سلطان، وبقيت محمد سلطان، وبقيت في وقت من الاوقات اللي مراعيها صحيا في المستشفى، وبتاخد الكيماوي والدوز، يعني قصه الحقيقه. فمن مشوار حب ومداه 4 سنين، لان الجبل ده والهرم ده، وهي اللي كانت اسم الشركه، يعني انا لما بنيت الشركه بقول عندي فايزه. لا تدخلي، لا لا تدخلي، لا لا تدخلي، لا 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 تدخلي، وسددت في وجه الطريق بمرفقين، وزعمت لي أن الرفاق
وسددت في وجه الطريق بمرفق خير، وزعمت لي أن الرفاق أتى شاب عنده 17 سنة يقول أنا نجمة شركتي فايزة أحمد. هي اللي قدمتني، مش هي بإيديها، أعمالها اللي أنا عملتها لها قدمتني للمنطقة العربية. لما بسافر الكويت أقول أنا مش محسن جابر، أنا منتج فايزة أحمد. فحصل كيمياء بيني وبينها في الجزئية دي، حاسس إن لا، وخصوصا هي كمان لها مواقف كتير. انا لو فضلت احكي لك بقول لك في كل سيكشن ده قد كده. استخبيت تحت الكرسي منها ليه؟ ما انا هقول لك. وانت بتديني لي بقى من مرحله التسجيل لمرحله الكرسي. فايزه احمد الحقيقه جواها، يعني جواها الف راجل، يعني ما فيش مره تقصديها في مشكله والمشكله مش تبعها، تلجئي لها اللي لازم هتحلها لك، وتحس انك انت بتحليها. النهارده زي ما تقولي بكلم رئيس الجمهوريه يحلها. انا كان رئيس الجمهوريه بتاعتي فايزه احمد. انا الراجل جاي من الارياف، جاي من طنطا، ماليش علاقات، مش بأهاجم، فطاحل البلد منتجين، ازاي اوجد نفسي؟ فلما تروحي لصالون فايزه احمد فتلاقي الاستاذ انيس منصور، تلاقي الاستاذ نبيل عصمت، تلاقي الاستاذ كمال المليخ. طبعا الاسماء دي مش هتعدي على انت سنك لا يسمح لي، انما اللي زي والمشاهدين اللي سامعيني عارفين ان الاستاذ كمال المليخ هو ابو الصحافه الفنيه في مصر، وهو مؤسس مهرجان القاهره السينمائي. نبيل عصمت ابو نضاره، صفحه الفن وتلاعثم بوصيله وهكذا. فانا بكلمك على ابو كل حاجه. فلما ابو كل حاجه دول لو كنت حاسعى 10 سنين علشان اتعرف عليهم، فانا في لقاء واحد في بيت فايزة احمد تعرفت عليهم. اذا لازم ادين بهذا الفضل للجزئية دي. اما جت في تعبها، فكنا بنشتغل في اغنية اسمها لا يروح قلبي انا. الاغنية دي بتقول كلمات الاستاذ حسين السيد، الحان الموسيقار رياض الصنباطي، ولها قصة. يعني بتقول لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى، ابعد أنت ومهما حيطول الألم، مش هفكر فيك بلوعة أو ندم. الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد مش هتاخد ليلة واحدة من اللي عندي. لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى. لا يروح قلبي، قلبي أنا، لا يروح قلبي، قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى، 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 مش أنا. الأغنية دي كتبها حسين السيد، توفى. لحنها الصنباطي، ما حضرش تسجيلها، يعني لحنها وما كملهاش. فايزه احمد اصيبت بهذا المرض، فانا جالي اكتئاب، وجالي اكتئاب من منظر فايزه. يعني فايزه اول ما دخلت، ما انا عرفت عندها المرض ده، دخلت المكتب وانا كنت منزل شريط لفايزه لعزيزه جلال. ف شريط عزيزه جلال كان مكسر الدنيا الحقيقه، يعني يعني كان بتخاصمني حبه وتصالحني حبه، ده كانت يعني الدنيا. بتخاصمني حبه وتصالحني حبه، كل شويه تغضب كده من غير مناسبه. اهدى يا حبيبي، اهدى، اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي.
اهدى يا حبيبي. هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. فيها دخلت كنت صغير يعني، انا خدي بالك الخبره علمتني يعني. فدخلت لقيتها بتقول لي انا عايز اهوى بالشبشب، انا عايز اعرف البنت دي عامله لك ايه. المغاربه بيسحروا اكيد بنا. وبعدين انا سني صغير، عزيزه جلال سنها صغير، فيعني سهل انها يعني ان يكون في علاقه حب بينا ولا حاجه، فتيجي على حساب شغل فايزه اللي هي تصورت. فانا الحقيقه نزلت وقلت تحت المكتب، وهي احنا الحقيقه من حبنا لبعض كانت المسائل دي بسيطه هذه، وهي بتجري وانا فايزه استني هقول لك في ايه. تقول لي انت عامل لها افيشات ماليه البلد. قلت لها ما عامل لك اكتر منها يا فلان. ناديت فلان المسؤول عن الاعلانات، هات لي عدد افيشات عزيزه. قال مش عارف كام، 12 مثلا. الله، هات لي عدد فايزه. فجاب فايزه لقاها 30، فسكتت. فقالت لي طيب خليهم، كان زمان الرسم ما كانش بقى فليكس فيس وطباع، كان رسم ريشه يعني. فلقيتها بتقول لي طيب بس هم رسميني وحش. قلت لها والله حضرتك اللي بديهاني الصوره دي. قالت لي طب خليهم يظبطوني كده. في اللقاء الثاني كانت جايه من بيروت، وده لن انساه الحقيقه. ما دخلت المكتب هي كانت شويه في دخولها دايما هجوميه يعني دخلتها وفرحتها بتبقى داخله هجوميه يعني. لازم تستكشفي كده المود بتاعها ايه يعني. وخدي بالك كان بيني وبينها سيناريو يعني، احنا يعني ممكن نتكلم في فايزه دي كتير يعني. بيني وبينها سيناريو فظيع يعني. كل يوم الصبح لازم اما رنش اللي هي التليفوني مباشر، لما رنش تليفوني المباشر ده وسمعت مطلع اغنية الفايزة احمد، ما يبقاش اليوم جه اكيد فيه غلط يعني. هي كانت تشيل السماعة ما تقولش الو، هي تكون بتمرن صوتها في اي الاغنية اللي احنا مثلا حبيبي يا متغرب صوتي الله. طبعا مش عارف ايه يا بختك يا استاذ محسن، كنت بتضحك كل يوم على التليفونات حلوة. افضل اسمع وما يعني لحد ما هي تخلص وبعدين نبتدي الكلام. وده كان شيء يعني يسعدني يعني الحقيقه. وهي كانت ذكيه جدا يعني. انا كنت الف واسمع الالحان، وبالليل اعدي عليها اسمعها الشرايط نتاج الالحان اللي انا لميتها من السوق. فمره من المرات ما عدتش، روحت على البيت لانه روحت الساعه 3 الصبح، فلقيتها طلباني. فرديت، ما كانش في بقى موبايلات وبتاع. قالوا منفوز وبتاع مش عارف ايه، نايم كده. قالت لي ايه فين ما كلمتنيش ليه النهارده وبتاع، انا طلبتك كذا مره. انت عارف يا محسن فايزه لما تحب تجيبك، لو انت واقف قدام كشك سجاير هيقول لك الراجل خد فايزه احمد على التليفون. والله. قول لي بقى، احكي لي عملت ايه النهارده. قلت لها النهارده والله يا مدام فايزه انا كنت عند الاستاذ سيد مكاوي، وكنا بنسمع اغنيه اسمها مش كتير على قلبي. قالت لي طب قولها لي. قلت لها قولها لك ازاي بس فايزه يعني وانت بتغني لمين؟ انا ممكن اغني لك انت يا رشا مثلا، انما اغني لفايزه احمد ده انا طيبه ماليش في الفن، ما بغنيش. فقلت لها بس صوتي ما اقدرش اجيب لك اللحن. قالت لي بس قول انا هفهم. وانت نايم يا صاحبي. وانا نايم. فانا عمال اقول لها ايه، مش كتير على قلبي يفرح مش كتير. الحقيقه انها وانا بقولها بالطريقه الاجش دي لقطت مني اللحن واعادته، وانا نايم اعادته بالطريقه الصحيحه. وفضلت تضحك لما وصلت لحد جالك زمان تيرارا جالك زمان تفرح. فانا قلتها تفرح بقى، لان سيد مكاوي كان هو بيدندنها عمال يقول لي تفرح بقى. فانا قلت لها وانا نايم تفرح بقى، فماتت على روحها. قالت لي بقى، طب نام بقى.